أولا هنا في مدينة تل أبيب نحن نرى عشرات آلاف المتظاهرين، ليس لدينا تقدير رسمي بأعداد المتظاهرين لكننا نراهم يصلون من كل الأنحاء، هنالك مجموعات كثيرة تصل إلى هنا، لا يمكن رؤية يعني بداية هذه الاحتجاجات من نهايتها، هنالك عشرات الآلاف هنا، هذه هي المظاهرة المركزية، بالإضافة إلى ذلك هنالك مدن أخرى رئيسية تشهد نفس هذه المظاهرات، في مدينة حيفا مثلا هنالك أكثر من 20,000 متظاهر حتى الآن، وهي يعني نوعا ما أكبر مظاهرة جرت في حيفا منذ بداية هذه الاحتجاجات، هنالك مظاهرات في مدينة القدس، هنالك مظاهرة في مدينة بئر السبع في الجنوب وعدة مدن أخرى في المركز وفي الشمال، في مدينة كرمئيل، في مدن صغيرة أيضا حول مدينة بئر السبع الرئيسية. الآن في تل أبيب بعد قليل ستبدأ هذه الخطابات، المنصة الموجودة هنا في تل أبيب هي بالضبط أمام مجمع المباني الحكومية وأيضا بالقرب من وزارة الأمن الإسرائيلية، عشرات الآلاف يتواجدون هنا وما زالوا يتوافدون من كل الاتجاهات، هنالك مئات من أفراد الشرطة يؤمنون هذه المظاهرة، بعض المتظاهرين في الاحتجاجات قالوا بأنهم سيحاولون إغلاق إحدى الشوارع الرئيسية، لا نعلم كيف سترد الشرطة على هذا الأمر، ولكن في مظاهرات سابقة بعد إغلاق شوارع تمكن كانت الشرطة من احتواء هذا الأمر دون أن يكون هنالك مواجهات مع المتظاهرين. بشكل عام يبدو بأن الشرطة مستعدة بأن تتيح هذه المظاهرات حتى النهاية، محاولة لاحتواء حتى مظاهر يعني أكثر تطرفا مثل إغلاق شوارع وما إلى ذلك، وهو أمر لا يحدث عادة في إسرائيل. على أي حال هنا الأعداد كبيرة، بعد قليل ستبدأ الخطابات، سيكون أحد الذين سيخطبون إحدى الشخصيات الرئيسية هو إيهود باراك وزير الأمن السابق وأيضا رئيس الحكومة السابق، كان قبل أيام قد خرج بتصريح أثار ضجة كبيرة هنا بعد أن قال بأن هذه الحكومة مع هذا التشريع غير الشرعي هي تعتبر حكومة غير شرعية، وبما أنها حكومة غير الشرعية من الممكن بل ومن المطلوب من المجندين رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي. هذه يعني إحدى المقولات التي لم نشهدها في تاريخ إسرائيل، الجيش دائما ما كان الجسم الذي يحتوي الجميع وفي قلب هذا الإجماع الوطني، بالإضافة إلى مقولة إيهود باراك. أيضا داني توم وزير عفوا رئيس الموساد السابق أيضا كان قد صرح اليوم بأنه من الشرعي رفض الخدمة إذا كانت هذه التشريعات ستمر، لأنها ستجعل من هذه الحكومة غير شرعية، وبالتالي هنالك مقولات فعلا نسمعها لأول مرة منذ قيام إسرائيل، شرخ كبير. بالأمس أول أمس عفوا كان هنالك أكثر من 160 ضابط من الاحتياط كانوا قد وقعوا على مذكرة قالوا فيها بأنهم سيرفضون الخدمة في الجيش ضمن يعني الجيش الاحتياطي إذا ما تم تشريع هذه الثورة القضائية أو الانقلاب القضائي كما يسمونه. على أي حال هذه هي الأوضاع اليوم، كيف يؤثر ذلك على حكومة نتنياهو؟ يبدو بأن نتنياهو يشعر ببعض الضغط، أولا لأن هنالك تأثيرات اقتصادية لهذه التشريعات، كان هنالك يعني اليوم مثلا مجلة الفاينانشال تايمز وهي إحدى المجلات الاقتصادية الرئيسية كانت قد قالت بأن هذه التشريعات القضائية قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي. أيضا مجلة The Economist أيضا هي إحدى المجلات الأكثر شيوعا في المجال الاقتصادي أيضا كانت قد توقعت بأن هذا سيؤثر بشكل جدي على الاقتصاد الإسرائيلي. كان هنالك تصريح لنتنياهو اليوم وقبل ذلك أيضا، ولكن اليوم تحديدا كان قد قال بأن هؤلاء المتظاهرون هم من اليسار، هاجمهم وقال بأنهم يحرضون
على الحكومة، يحرضون على رئيس الحكومة. هل إيمان يعني هل الحدود فاصلة؟ هل الحدود فاصلة بين المؤيدين والرافضين لهذه التعديلات التي يجريها نتنياهو في النظام القضائي، وبالتالي في دعم أو رفض هذه التظاهرات؟ نعم، دعيني أقول لك بأننا نرى هنا الكثير من القطاعات، الكثير من المتظاهرين أيضا ينتمون لليمين الإسرائيلي. كان هنالك على أي حال استطلاعات مؤخرا، وفق هذه الاستطلاعات أيضا هنالك أغلبية ممن صوتوا لأحزاب اليمين الإسرائيلي وتحديدا لحزب الليكود الذي رأسه بنيامين نتنياهو، كانوا قد قالوا بأنهم لا يوافقون على هذه التشريعات، وأنهم حين صوتوا الليكود ولأحزاب اليمين لم يكونوا يعرفون مسبقا بأن هذه التشريعات موجودة على الطاولة، وأنه سيتم تمريرها بهذه الطريقة السريعة والقاسية وغير عمليا دون مفاوضات مع باقي قطاعات المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي هم أيضا لا يوافقون عليها، بمعنى أن معظم الجمهور الإسرائيلي لا يوافق على هذه التشريعات كما هي اليوم. ربما يريدون إصلاحات في مجال الجهاز القضائي، ولكن ليس كما تعرضه الحكومة اليوم. ما تعرضه الحكومة ضمن هذه التشريعات هو عمليا إلغاء كل الصلاحيات للجهاز القضائي وتركيز كل القوى والنفوذ بيد الحكومة الإسرائيلية، مهاجمة الجهاز القضائي من عدة اتجاهات. أولا منعه من التدخل في أي تشريع، منعه من إلغاء أي تشريع، تغيير طريقة تعيين القضاء بحيث أن السياسيين بأنفسهم يقومون بتعيين القضاة، وهذا طبعا تضارب مصالح كبير، خاصة إذا كان هؤلاء السياسيين يخضعون لمحاكمات مثل نتنياهو ودرعي وغيرهم. وأيضا إلغاء طريقة تعيين المستشارين القضائيين للوزارات الحكومية بحيث التعيين يصبح سياسي، بمعنى أنه حين سياسي يعين المستشار القضائي لوزارته، هذا يعني بأن المستشار القضائي لا يمكنه أن يكون مستقلا وأن يعارض سياسات الوزير. وبالتالي هذا ما يخرج كل هذه القطاعات إلى الشارع الإسرائيلي، سواء كانوا من اليسار أو من اليمين.